اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بس الحمد لله. عرفنا عليك. محمد اسمي. منين؟ من تونس. من هنا. نحكي اليوم على وسائل النقل. اليوم وسائل النقل تتحول من وسيلة راحة للمواطن الى سبب في الارهاق. صحيح. النقل في تونس تعب برشا للأمانة. يعني واحد يخرج من خدمته تاعب، معناها من ظروف العمل، ويمشي لوسيلة نقل هي أتعس وتعسين. أتعس على مستوى التوقيت، أتعس على مستوى يعني الوسيلة نقل، أتعس على مستوى الاكتظاظ، أتعس حتى على مستوى السفرات. يعني واحد يبقى يستنى ساعتين ثلاثة باش يأخذ كار، ساعتين ثلاثة وهي معناها في ظروف معناها كومبري، معناها مشارجية برشا، وحتى يعني سيركيلاسيون تاعها، يعني التنقل تاعها زيادة على أنه الأسطول تاعب برشا للأمانة، أكثر من تاعب. يعني كلمة تاعب ممكن فيها أتعب. يعني تخيل أنت واحد ماشي ملتزم بعمل في مكان ما، تطيح به كارومبان وهات منك الأشياء اللي تصير، علاوة على أنه نجم يتسرق، على علاوة على أنه نجم يقع الاعتداء عليك، سواء يعني لفظيا ولا حاجة. أنا ما نجمش نعطي فيه حتى جانب إيجابي. يعطيك الصحة. ممكن كلمة جانب إيجابي ممكن قوية شوي. للأمانة أنا بالنسبة لنا يعني بيرسونال مون راهو النقل تاع برشا، إذا ما نتفطنوش ونبدلوا النقل، وعلى الاقل نقيسوا الدول اللي كيفنا. اسيدي ما نقيسوش دول الدول اللي كيفنا. راهو الانسان يتنقل في اريحيه، راهو يوصل في اريحيه، راهو ثم مواطنين يقول لك ما تعبنيش خدمتي لكن متعبني ترانسبور. أي اللي نتعب. أي نعم. انا واحد من الناس، انا واحد من الناس نديكلاريها لك، راني مانيش تعب في خدمتي. ما اذا كان نقول لك مانيش تعب في خدمتي مانيش باش نخدم، اما لا يعني خدمتي موفرت لي برشا ظروف بقدر ما النقل اللي هو راني المينيموم. انا ما نطلبش في النقل، راهو في حاجات على الاقل على مستوى الدوله يعني لوحده، راهو تعب برشا، راني تعب برشا في العمل نتاعي. يا سيدي ممكن ما نبالغش ان واحد يمرض في النقل، يعني على حتى على يعني شبابك نتاعهم، حتى على الكراسي نتاعهم، حتى على ديزني وندزك كله راهو. اذا كان نحكيو على تكسير ان كار مكسره ولا مترو مكسر، شكون اللي كسروا؟ ما نتصور الشركه، هي سوسيتي دي سيرفيس، هي شركه تقدم خدمات. انا راني ضد انها شركه تكسر. اللي كسر هو المواطن، باش نكونوا واضحين. وما جاش انا واحد اجنبي، رانا منا فينا التكسير، منا فينا به علاوه على انه هو اسطول بطبيعته متهري. اما كان احكي لك التكسير يعني باللار، ما نتصورش انه واحد يجي في الشعجله ولا يكسر موتور ولا لا، اما كتكسير باللار وككراسي راهو المواطنين، وراهو ما جاناش واحد براني، رانا منا فينا. هذه يعني المواطن عنده يد. عنده. وينعم اذا كان نقول لك هكا راني نافق. لا عنده يد باهي، لكن كي نعطيك البورسنتاج ممكن 10% مواطن و90% هما. خطر علاش ما وفروش الأرضية وما وفروش كار سمحة وما وفروش ردة فعل؟ رد هذه التكسير ردة فعل، علاوة على أنه ثم مرات مناسبات، يعني ما نذكرهاش شنو هي المناسبات، يصير هكا ردة فعل، ما جمعيته ما ربحتش ولا كل شيء. باهي هذه حاجة راهي ماهيش موجودة برشا، بقدر ما موجود اللي هو ردة فعل. أنت ما عطيتنيش كار وما وفرتنيش وما وصلتنيش، وين يلقى حاجة يكسر. تصور اغلبيه يعني شباب هما اللي كسروا، ما تصورش مواطن كبير في السن واعي بشي. لا صحيح. لا 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 لا، شو عندك نسبه النساء، كانت تحب نكلاسيها، نسبه النساء اقل، الكبار اللي هما في العمر اقل، فتره شباب شباب شباب، ما نحطوش كل على الشباب، اما يعني في هذه شباب صراحه. وزاد مش كل الشباب، الناس المتهوره اللي ناقصه وعي، اللي هو مش عارف. هذيك سوسيتي دو سيرفيس شركه تقدم في خدمات، راهي خاسره على فكره، باش نبدو واضحين، شركه النقل راهي خاسره، تاخذ في التعويض نتاع خسارتها من الدوله، هي راهي شركه خاسره. المواطن ديما يلوم على الموظفين اللي يخدموا في وزاره النقل بصفه عامه، يعني شوافره ولي كونترولور باهي هما راهم للامانه
ما همش يتعاملوا مع بنكاجي ولا يتعاملوا المواطن ديما يلوم على الاشخاص هذوكم اللي هما فيزافي معناه. لا المواطنين هما هذوما راهم ابن جلدتنا، راهم هما توانسه فينا وحده، هو راهو بيدو ياخذ في الكارت الصفراء، هو بيدو ياخذ في وحده، هو راهو تونسي. ابقى ممكن ما عرفش على قدر ما يعاملوهم المواطنين بتاتر هما مرات يخرجوا شويه هكا على السكه. صحيح نمشي معاك. كيفاش يخرجوا على السكه؟ مرات ثم شوف هي راهي بوز مثلا اكثر من وقتهم. لا كيك ما نعرفش انا الصباح نقصد ربي نروح واحد، اما مرات مثلا ما يحبسش في محطه، مرات يتعنف شوي، مرات مش بالكل، مي هما مواطنين يحملوا عقليتنا نحنا، كي عقليتي نكسر هو عقليته زاد، مرات ما يراتي محطه ما يجيش، حامل عقليه الشريحه التونسيه مش من الكل، مي مجموعه. إذا كان نحكيه في مشكلة النقل يقول لك ما فماش كيران، الكيران شطارها مكسرة. صحيح 100% أسطولنا راهو تعب برشا، موقعش تجديده ما يتحملوش هما المسؤولية مساكين. يعني نقولوا نحن إذا كان ندوروا في عدد معين نتاع كيران، هما راهو العدد هذاك تقريبا 50% تاعو. لا رانا معناها خط يلزموا 50 كره وما تلقاش لامواتي نتاعها، هما راهو الاسطول نتاعنا ثم لامواتي نتاعو ماهوش موجود. المواطنين اليوم ولاو يوصلوا للخدمه نتاعهم اون روتار؟ ياسر ياسر ياسر. انا خاطر شوف طبيعه العمل نتاعي نعرف اللي ثم تجيني خدامه ونعرف مجهود كبير باش توصل في الوقت نتاعك، مجهود كبير برشا. مجهود كبير برشا باش الخدام والموظف يوصل، راهو للامانه يعني باش كارت توصلك في وقتها راهي تقريبا اصبحت شبه نقولوا نحن معناها شبه معجزه انك توصل في وقتك للامانه. يعني العروفات اليوم لازم ياخذوا بعين الاعتبار؟ ياخذوا، لكن شوف راهو العرف شنو، راهو ملتزم بعمل، ملتزم بكيب تخدم، يلزم واحد يحضر لها، كل واحد يحليله العرف يتماشى معاك الى حد ما. انا نعرف عرفات وكل شيء، العرف راهو يتماشى معاك الى حد ما. اذا كان كل يوم نسبه الغيابات يعني طول دابسونتيزم كل يوم برشا راهو ما يساعدوش. يعني فما شكون خسر خدمته على خاطر الروتار؟ يبدو مبالغ فيها، يبدو انه مبالغ فيها، يتفهموا الا اذا كان واحد شوي على التراخي نتاعه وشوي على الكار راهو مبالغ فيها. باش نقول لك واحد طردوه على خاطر الكيران لا، يتفهموا مبالغ فيها. هل الكلمة الختام؟ والله نتمنى انه الكيران تتبدل والمتروات والعقليه وكل شيء. العباد اللي تكسر. والعباد اللي تكسر تو تو تو. تونس اللي هي ضم الكيران وضم الشركات وضم المواطن وكل شيء، امنيتي ان نقفز لقدام، راهو ماهوش باش يجينا الاجنبي يصلح لنا، التصليح يبدا منا نحن. شكرا. شكرا.